نعم شيخ أحسن الله إليك، ما حكم التصرف في المال الذي أوصى به شخص إلى أن يسلمه إلى غيره، إلى أحد، فتصرف هذا الشخص دون إرادته، مثل أن كان في مثلا بقالة ولم يجد عنده مالا، فوجد هذا المال الذي وكل به لكي يسلمه فتصرف فيه علما بأنه سيرده. هذا يسأل يقول إنسان أعطي دراهم ليسلمها لشخص، وقبل أن يصادف الشخص احتاج للدراهم، هل يجوز أن يستعملها في حاجته؟ فالجواب لا، لا يجوز. وكان عليه لما أعطاه الدراهم أن يقول أنا أخشى أن يحتاجها حتى يأذن له في التصرف فيها، وأما بدون إذنه فلا يجوز. ولو وثق، هل ما يمكن يثق الإنسان ولا من دفع درهم واحد؟ قد يموت الإنسان بغتة ويبقى الدين في ذمته والورثة ينكرون هذا. أبدا، عند ولو عند الحاجة، لو أكل الميتة ولا يأخذ. الآن عليها أن يسترخص من صاحبه، فإذا أجازه فلا حرج.